عمري 19 سنة. أخليك هنا. أنا الأخ كبير يعني بحس في مسؤولية يعني عندي. شو ما طلب أخوي بجيب له ما بنجيب فوتبول بنلعب شوي يعني. تراكتر بعلمه. بتعلمه؟ مين؟ أنا واحد. واحد اسمه قاسم أكبر. أصغر من عمره يمكن 16 سنة. بدي أقول لك عمره 6 سنين لليوم يعني. ما أخذت حلي. شو الحرية بالنسبة لك؟ يعني حرية يعني لما أسرح مع الغنم يعني فيش يعني جيش يعني ردني يعني بروح يعني بسرح وأروح يعني هاي حرية. أنت قاعد هون في بيتك بيجي جيب جيش يعطيك ورقة هيك ويقولوا لك في تدريب أبقولوا لنا أنزلوا من تحت يعني كل الغنم العيلة يعني كل شيء بده ينزل تحت. انزلوا مثلا الساعة 7 الصبح ورجعوا الساعة 12:30 والدنيا شوب يعني كانوا في الصيف يعني أغلب الوقت يعني في الصيف بنزلون تحت ولما بتخلص التدريبات بيقولون نرجع. هي يعني أصعب ذكريات يعني لما بسوي تدريبات في المنطقة هي أصعب ذكرى يعني شوف ذكرى يعني غير الموت يعني.